ابدعتك كشاعر هسه يعني استرالي سوداني وكذا يعني، وواضح انه اللغه هي بمحمولات الدلاليه بتبقى هي مش لغه واصوات يعني، اكيد بتبقى هي حامل للهويه يعني. ده الكلام عن الحميميه اللي بتقوله الاستاذه كوثر، والكلام اللي قاله ربيع، وكل المداخلات من البدايه لها خالد واخونا عاد، يبقى هو كل الكلام هو الناس بتتكلم عن المحمولات الدلاليه للغه، وخاصه الشعر، لانه الشعر المفروض يعني مجرد ما تقال هو طوالب من زي الموسيقى يعني، الشعر اساس هو يعني اعاده تشكيل الكلام، وفق الصياغه الايقاعي يعني. لذلك في بعض أو الصور الشعريه اللي ممكن الانسان يلتقطها، الانسان البسيط بس بيلتقطها بدون ما او بالمعاني بيتصلوا بكل محمولات الدلاليه يعني، لو سالته بيصل لك شنو قد ما يقول يقوله هو، لكن هو بوعيه ولا وعيه قدر يعني يمسك اللحظه بتاع التنوير او اللحظه بتاع اللحظه الابداعيه بتاع المدعه في انك دائما سؤال الترجمه هو مشكله يعني، من لغه للغه يعني، فيبقى السؤال هو يا طغاري هو المستهدف يعني. بالتأكيد عفيفي زي ما قالت الأخت كوثر، لما قامت أدت الكتاب ده هي ما استمتعت بالكتاب كوثر زينا كلنا يعني، حس أنا لو مسكت الكتاب ما حستمتع به خالص، لكن برضه لما نقراه بالعربي ما تتصور استمتعت به كثير جدا يعني، أنا قريته بالعربي وبالإنجليزي. بالانجليزي ما استمتعت به، احتضرته بس مجرد مقالات او عبارات بتديني معاني، عشان كده الزملاء بتاعتني الما سودانيين يعني هم استمتعوا ليه؟ لانه استمتعوا بالمعاني الوجوديه ومحمولات الدلاليه المعرفيه ورغاها الاجتماعيه والانسانيه العميقه، طوال هم استلموا المعنى، لكن برضه هم ما استمعوا ما استمتعوا بالرنين الابداعي فيها. ايوه ده الكلام اللي بيرجعنا قبل الكلام اللي قاله ربيع واللي هو بداوع فيه في الترانس كرييشن. ترانس كرييشن اللي هي الحاله بتاعت انك انت تخون النص الاساسي بتاع اللغه. الخيانه النص يعني باللغة الأصلية، لما تيجي تحول اللغة الإنجليزية كيف أنت تقدر تعمل إعادة خلق للنص، ودي اللي حاولت تعمله فيفيان يعني، هي محاولة منها لكن ما حيبقى زي المحاولة الأصلية اللي أنتجت في لحظة إبداعية بتاع التنوير، هي يعني صهر لكل الأفكار معاناة والأحلام والأحزان بتاعة الشعب كامل يعني في لحظة تاريخية محددة يعني، هو كشاعر هو اللي بيستنير بها وهو اللي بيعيد تشكيلها. فدي الخطورة بتاعت الأسئلة، سؤال الترجمة يعني هو سؤال قديم دائما حيواجه عفيفي فيه في كل لحظة هو بشبه، وكوثر ما حتستمتع بالترجمه بتاعتها، كلنا ما حنستمتع، عفيفي ذاته ما حيستمتع، لكن حنستمتع بعفيفي لما تقراه ايوه عفيفي معاوية. لكن من حق لو مثلا انا سمعت اغنيه بالرطانه ايوه انا ترجمها لك بالعربي ما حتفهم اي حاجه صحيح. يعني لما حكون كلام ده كلام من حقوق بستمتع بالموسيقى، هي بس الروتانا مشكلة، الروتانا غريبة لنا يعني احنا بنسمع لما سمعنا ابيض اللون مثلا كويس استمتعنا بها جدا ليه؟ لانه الهوية واحدة، لكن لو اجي اترجم لك بالعربي ما حتكون لك يعني.
الترجمة الثلاثة والأربعة مرات وجميلة جدا بكل كل ترجمة بعدين بتنقل معنى محدد بس المسألة ذاتية بالنهاية يلا كويس يا جماعة أيوة تعبي كلام لا عليك الله يقول هاي قلت لا والله قلت لا إنه هو من يعني برا إنه من حق الأستاذ عفيف إنه يوصل الكلمة بالإنجليزية لناس المضمون بتاعهم أو المفهوم بتاعهم في مشوار واحد أو حتة واحدة نحن اللغة العربية بتاعتنا ممكن أنا كلمة واحدة أدي اللي بالي كم مردود يعني فكة لي أرمية الدعاء لوحة هي دعوة مردود واحد نحن بنقدر نفهمها لكن هم بتركزوا في حتة واحدة أو نطاق واحد أو فهم واحد بتاع الكلمة عندهم واحدة فالأستاذ عفيف قدر يوصلها في الأشعار دي ما ضروري إنه أنا أقراها باللغة الإنجليزية إذا أنا بعرف عربي أنا استمتع بكتاب عفيفي باللغة الإنجليزية والما بيعرف اللغة العربية أو الما بيصلي معاني اللغة العربية أنا بتخيل لي حتصل له بالمعاني دي بفهمه هو بالتحديد هيشوفها كبيرة هيشوف عندها معاني حتصل فيبقى من حق الأستاذ عفيفي إنه في ناس زي ما بتوصل لنا الفكر بتاعها بطريقتها الخاصة ونحن بنقدر نصره يبقى من حقنا نحن في اللغة العربية نوصلها لهم باللغة الإنجليزية بأي مضمون حتى بضعفها بعدم إمكانياتها بعدم هم حتصلوا فأنا ما شايفة أي غضاضة في إنه يكون في ترجمة حتى لو ما يعني ما بتشيل توصل الشفافية أو الحالة المطلوبة في القصيدة أنا ما شايفة إنه في مانع أو في أي يعني مشكلة في إنه هي تصل بالمستوى ده لأنه هو ده فهمه هو دي إمكانياته الكلمة اللي طلعت دي تحته هو إمكانياته هو حيفهمها حتصل يبقى إحنا من حقنا إنه نوصل حاجاتنا للعالم نوصل حاجاتنا للناس اللي ما بتفهم اللغة العربية بأي كيفية بعيد من إنه نحن نقعد ننتقدها إنه هي نحن فقدنا فيها الشفافية نحن ما فقدنا الشفافية نحن بنلقاها في اللغة العربية لأنه نحن بنفهم لكن هم أصلا الشفافية دي ما موجودة عندهم ما حيفهموها حتى لو ادينا لهم بالعربي ووصلنا بمليون كلمة هم ما حتصلوا لكن هي حتصلوا فيها يعني شكرا كمان يعني عايز اضيف حاجه بسيطه بس انا افتكر الترانسكريشن هي مختلفه عن الترانسليشن الترانسكريشن هو خلق جديد اللي هو اكثر من وجدان يعني مش وجدان عفيف وجدان فيفيان كمان فهم بيتفقوا على الوجدانين بيبقى وجدان واحد اللي هو بيبقى الترانسكريشن اللي هو الخلق الجديد وده بيشكل الهويه بتاعتنا بالمناسبه لانه عفيف بمسيلنا وفيان بتمثل المجتمع الأسترالي فما ما ما نخلط المزالة بالترجمة هي دي خلق جديد صح شكرا أنا ودي أنا بفتكر إنه يعني في فرق بين إنه زول يترجم كلام مكتوب باللغة العربية الفصحى وبين يترجم كلام مكتوب بالدارجة أو باللغة المحلية أو باللهجة المحلية يعني أنا هسه لاحظت إنه الشعر بتاع الأستاذ عفيف ما لغة عربية فصحى كله صح؟ يعني فيه كلمات من وحي المجتمع السوداني كلامنا نحن صح؟ فبفتكر ترجمة ده بتكون مختلفة وأصعب من ترجمة كلام باللغة العربية الفصحى يعني باللغة العربية الفصحى ممكن تترجمه بالإنجليزي وبياخده وحو معناه يعني ما بيفيد كثير لكن الكلام لما يكون فيه كلام دوبار داري كلامنا نحن سوداني إلا بالعربي وأنا في السودان سنة 2011 مشيت السودان بصراحة زرت أسرة الدكتور إدريس البنا وهو جاء قاعد جنبي وقال لي هو مترجم شعر الحقيبة والله فيه روح جميلة جدا يعني أنا ما حسيت إنه يمكن هو مستوى الترجمة مختلف يمكن فيديان لأنه ما بتعرف العربي تمام لكن الدكتور إدريس البنا ترجم له شعر الحقيبة وقال لي قصايد منها وداني وداني ريتو ما مختلف كثير يعني تحس بالروح والروح السودانية فيه وحلاوة الكلام هناك كله بس ما بعد اللحن بعد كده حلو كده يعني اي اضافة يا جماعة؟ المطلوب من الندوة يعني انا تخلق المشاركة دي الاسئلة الجديدة